الاتحاد الدولي للطائرات هو منظمة تابعة اليو ان سبيشاليزد للاي تي تي انفورميشن اند كوميونيكيشن. بنصير دائما عن الاكرونيم بتاع الاي تي تي باعتبار هو بالعربي اتصالات لكن المادة بتاعه بيشمل الاتصالات وتقنية او تقنية المعلومات. الهيد كوارتر في جنيفا سويسرلاند، بعد ذلك في 5 مكاتب اقليمية ريجونال اوفيسز. نحن تابعين المكتب الاقليمي العربي اللي هو في القاهرة، بعدين في 8 اري اوفيسز بنقسم العالم ل 8 مناطق، برضه السودان عضو في الـ في الـ في الـ ACU اللي هو الافريكان تليكوميونيكيشن يونيت اللي هو الهيد كوارتر في اديس. أو بعد ذلك في 8 مكاتب موزعة على بقية دول العالم. ده هيد كوارتر في جنيفا، المبنى الرئيسي اللي هو مبنى مونتريال والمبنى التاريخي. بعدين في الثور اللي هو ده المبنى الجديد وبضم المكاتب والقاعات، وفي الاوفيس بتاعت الامبلويز اللي هي في الممر بيناتهم. قريب جدا من الوايفو اللي هي اغنى منظمه تبع اليو ان، اكبر بادجت اللي هي الوايفو اللي هي الورد انتلكشوال بروبرتي، وقريب جدا من اليو ان هيد كوارتر. طيب بعد ذلك نعرف عن اللي بيسموهم الفايف اوفيشال للاي تي يو. دكتور حمدان توريس، دكتور حمدان توريس هو السكرتير جنرال او بيقول هو السي او في بعض الاحيان، هو الامين العام للاتحاد، والمستر كون داو واعتقد ده اتصال اسمه طويل جدا، هو الديبيتي سكرتير جنرال. بعدين في الوضع بعد الثلاثة تبدا بالستاندرزيشن اللي هو مستر مارتن جونسون ومستر فرانسوا لافيديو ومستر ابراهيم الثانو في قطاع التقييد عن رؤية القطاع الثلاثة. مارتن جونسون زار السودان في اكتوبر 2013 وابراهيم الثانو كان معنا الاسبوع اللي فات هنا في السودان. زار 15 زار مجموعة من الإدارات اللي علاقة بالآي تي يو. طيب أحسن حتة نعرف لنا معلومات على الآي تي يو هي الآي تي يو نفسها، الآي تي يو ويب سايت. يعني كده أنا بنيت البرزنتيشن، عملت الباوربوينت يعني تيكي نوت شكلينا، لكن كل البرزنتيشن حاجة تقول لي لصفحات جوه الموقع بتاع